السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، تحية لكم من قناة الفلاح تي في. الآن أنا أمام شجرة الخروب الغنية عن التعريف. هذه الشجرة الجميلة التي تعطي قرون ذهبية ذات قيمة اقتصادية لله الحمد جد مهمة. موضوعنا الآن غنتكلم عليه وهو الفرق ما بين الشجرة المطعمة بالعين والشجرة المطعمة بالقلم. مثلا هذه الشجرة التي أمامي فهي مطعمة بالعين كما تشاهدون. كما تشاهدون فهي مطعمة بالعين. الفرق جد بسيط للتوضيح فقط. أنا لا أتكلم مع المزارعين المحترفين، ولكن على المزارعين الهواة والمقبلين على هذه الزراعة. الفرق بينهما فرق جد بسيط، أن الشجرة المطعمة بالقلم تعطي الغلة قبل سنة من الشجرة المطعمة بالعين. والشجرة المطعمة بالعين للتوضيح فقط تنمو بسرعة أكبر، يعني الفرق بسيط جدا. أعيد، الفرق بينهما أن الشجرة المطعمة بالقلم تعطي غلة أسرع بسنة من الشجرة المطعمة بالعين، والشجرة المطعمة بالعين تنمو أسرع من الشجرة المطعمة بالقلم. إذن إخواني أخواتي، أتمنى من كل قلبي أن تكونوا قد استفدتم معي من هذا الفيديو التوضيحي حول شجرة الخروب. لا تنسوا الاشتراك طبعا كنوع من الدعم. أي استفسار أو تعليق سأجيب بعد حين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.